يسعنا اليوم التحدث عن الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي بحق مناطق الدفاع الشعبي وبحق قوات الجريلا. هذه الانتهاكات التركية والجرائم التي ترتكبها الدولة التركية يوما بعد يوم لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية ولكسر إرادة الشعوب الحرة وكسر إرادة شعوب الشمال الشرق السوري مما قدمته من تضحيات وأنجازات عظيمة عبر ثورة دامت 10 سنوات لحد اليوم. وهذه الجرائم المرتكبة من قبل الدولة التركية بحق قوات الدفاع الشعبي قوات الجريلا ليست إلا هي مؤامرة دولية لإفشال هذا المشروع الذي دام 40 عاما لتحرير الشعوب من الاضطهاد والانتهاكات التي تتعرض لها هذه الشعوب يوما بعد يوم. طبعا هذه الانتهاكات والجرائم التركية ليست فقط من قبل الدولة التركية، إنما هي خيانة أيضا من حزب الديمقراطي الكردستاني الذي تستخدمه الدولة التركية كوسيلة لانتهاك مناطق الدفاع الشعبي من قبل الدولة التركية. هذه الدولة التركية أيضا المجرمة بحق الإنسانية التي تستخدم الأسلحة المحرمة دوليا، الأسلحة الغير مشرعنة دوليا. رغم هذا الشيء كله نلاحظ الصمت الدولي والعالمي من خلال انتهاكات وجرائم الاحتلال التركي يوما بعد يوم بحق سواء كانت شعوب الشمال الشرق السوري أو قوات مناطق الدفاع الشعبي. هذه الجرائم المرتكبة من قبل الدولة التركية وهذه الأسلحة المحرمة دوليا والصمت العالمي حيال هذه الجرائم، ليس هذا الصمت الدولي جراء هذه الانتهاكات وهذه الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية بحق قوى مناطق الدفاع الشعبي وبحق الشمال الشرق السوري، إلا هي صمت لمؤامرات واتفاقيات دولية عالمية بحق هذا المشروع الذي لاحظ جميع بأنه مشروع أنجز الكثير من الإنجازات والتضحيات، قدم مشروعا ليس له بديلا في العالم منذ 40 عاما. لم تستطع أي دولة تحقيق وأنجاز هذا المشروع بالدرجة التي حققها مشروع الأمة الديمقراطية. أيضا نستطيع القول بأنها اتفاقيات سواء كانت أو صفقات من خلال المؤامرات الدولية مع تركيا، هذه المؤامرات التي تكون لمصالح مشتركة بين هذه الدول وهذه الاتفاقيات. نستطيع القول بأننا نطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق دولية للبحث والتحقق من هذه الجرائم وهذه المواد الكيماوية التي يتم استخدامها للقتل والترهيب والتعنيف. أيضا كان هناك استخدام لهذه الأسلحة وأيضا تم السكوت والصمت الدولي حيال هذه الأسلحة المحرمة دوليا. نطالب العالم أجمع بالوقوف على هذه النقاط الحساسة التي تنتهك حرية وحقوق الإنسان. نطالب المجتمعات أو المنظمات التي تنتهج حقوق الإنسان بالوقوف على هذه الانتهاكات الدولية، هذه الانتهاكات بالأسلحة المحرمة دوليا، لأننا مشروع ديمقراطي حر لا يسعى إلا للوحدة والتشاركية، إلا للوحدة والحرية، إلا لحرية حقوق الإنسان. أيضا نطالب حزب الديمقراطي الكردستاني بأن لا يقف عند خيانة هذا البلد، هذه الشعوب التي تطالب بالحرية. نطالب حزب الديمقراطي الكردستاني بأن لا يقف كمساعد للدولة التركية بانتهاك هذه القوات التي تدافع عن الإنسانية وعن حقوق وحرية الشعوب. بخصوص استعمال الدولة التركية للأسلحة الكيماوية في مناطق جبال كردستان في جنوب كردستان، الأسلحة الكيماوية هي أسلحة محرمة دوليا، وأي دولة تستعمل هذه الأسلحة هي تتعرض لعقوبات ومحاكمات وعقوبات دولية. ولكن نرى أنه الصمت الدولي على الدولة التركية في استعمالها للأسلحة في جبال كردستان هي يعني صمت مدين ومستنكر من كل الشعوب، لأنه الدولة التركية عندما يصمت العالم على استعمالها للأسلحة في جبال كردستان سوف تستعملها في مناطق أخرى، ورأينا في عملية احتلال رأس العين كيف استعملت الأسلحة الكيماوية وأيضا وسط صمت دولي، ولم نرى نسمع أي صوت من أي منظمة دولية أو جهة دولية أو أمم متحدة بهذه الخصوص. وننقد الصمت الدولي لهذا الصمت على استعمال السلاح الكيماوي من قبل الدولة التركية في مناطق جبال كردستان.
بالنسبة لتدخل العدو التركي على الدفاع المشروع، النظام التركي يعني يزعم هلا بكل يتدخل بأي أنه حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني مو موجود بالموصل، حزب العمال الكردستاني مو موجود بليبيا. هاي وسيلة ذريعة، هو يريد يعيد الهيمنة العثمانية. اليوم يندعي أنه إلهق، اليوم يدعي اللي بده يستهدف، وبل مكون يعني بدنا نحكيها بالصراحة أنه استهدف حزب العمال الكردستاني والطرف الكردي. اليوم مستهدف الكردي، هو مستهدف الكردي والعربي والمسيحي. رأس العين وهي سيريكاني فيها جميع المكونات، تل أبيض فيها جميع المكونات، عفرين بنفس الوقت فيها جميع المكونات. للأسف لحتى الآن في صمت دولي. احنا نطلب من جميع الدول المعنية، عربية أوروبية، تحالف الدولي، حلف الناتو، هذا النظام. احنا ما نقول الشعب التركي، الشعب التركي شعب شقيق، أما نظام حزب التنمية والعدالة نظام إرهابي ما زال موجود. هذا النظام بدأ تظل المشاكل بجميع، بالعراق، بسوريا، بليبيا، هو سبب كل المشاكل، هو اللي يدرب الإرهابيين، هو المسدر. قوات سوريا الديمقراطية قوات هي إرهابية؟ لا، قوات سوريا الديمقراطية هي من حررت وهي من حمى السورية. وإذا بنقول إذا ريد نقيس الوطنيين، هم وطنيين، وطنيين لأنهم دافعوا عن سوريا. استخدم الأسلحة اللي محرمة بمنطقة كردستان، رايح يستخدمها كمان هين، ورايح يجي يوم من الأيام إذا ظل متطاول وما انتهتوا الدول الكبرى مثل هلا الدول الراعية هين، هي روسيا وأمريكا بين قوسين، الكرة صايرة في ملعبهم، رايح يستخدمها بالحسكة ويستخدمها بالدير. النادي المجتمع الدولي لوقف هذا المجرم، لأنه إحنا كشعوب إذا ظل أردوغان بهالوضعية هذه بدنا نصل لهاوية. أردوغان نعتبره هو أخو أبو بكر البغدادي من الأخير.